جايز كيفكم؟ فيديو اليوم غير شكل صراحة من أهم الفيديوهات اللي رح تنزل اليوم على قناتنا. ميمي اليوم بدها تصوم، أكيد مش حنخليها تصوم ليوم كامل، بس عندها اختبارات. اختبارات. بدنا نحط لها كذا ليفلز، إنه بدنا ناخذ على السوبر ماركت، حط أشياء قدامها، بدنا نستفزها شوي، بدنا نشوف شو اسمه. آخر اختبار لازم نحط أكل قدامها ونشوف صبرة. بدنا نشوف الصبر. ونطلع من الغرفة عشان قدامنا أكيد ما حد ياكل. فيا جماعة اليوم فيكم تقولوا إنه مقلب، فيكم تقولوا إنه فلوج، فيكم تقولوا استفزاز، فيكم كله رح يكون بقلب هيدا الفيديو. ويلي ما بيعرف، واكتر شي نحنا عم نصور على سناب شات، ميمي بتعمل حركات، بتعمل ردات فعل، بتفقع ضحك. عندها اشياء، وخاصة بس تكون كاملة لحالة. انت حتشوفه، هلا انت رح تشوف فيديو اليوم، رح تشوف المصايب يلي رح تصير. انا بأكد لكم قبل ما بلش الفيديو. واكتر من هيك، اللي منه تبعنا على سناب شات يروح يتبعنا، او كمان حتى على الانستغرام، واشتركوا بقناتنا لانه قربنا نصير 3 مليون. كله من فضلكم وفضل الله. اوكي جايز، خلينا هلا نرجع على البيت لانه ميمي مع خاله، ونبلش نروح على السوبر ماركت اول شيء. ايه بنروح على السوبر ماركت، بنرجع بنروح بنجيب لعبه، ونرجع بنجيب اغراض. ايه لعب العيد نعمل اختبارات. خليكم معنا يلا. بس شو بس بتقلك شغله، هلا رايحين على السوبر ماركت، بس ممنوع تشتري شيء لتاكله هلا لبعد الافطار. اوكي؟ لا بابا. تعال ماما، ما فيك تاكلي، انت صايمه. اوكي؟ ما فيك تاكلي نهائيا. يلا طلع بالسيارة، بس إيش هلا بعد الإفطار؟ في ليلة أكل شو بدك تاكلي؟ عم صورة. إيه عم نصور شو؟ عم تمزح معي. لا مش عم نمزح معك، مش عم نمزح معك. غنيكم. يلا غني لهم. أما بابي جا، إلى بابي واو، لايك بلاستيك، إتس ماي تاستيك، يو كان برش ماي هير. And touch me. Come on, Bobby, let's go party. Yeah. Come on, Bobby, let's go. Yeah. Wow. Mimi, you need to become a singer. Sorry, I'm a YouTuber. شكلي لازم نكذب على ميمي ونخبي الكاميرا لانه عم تلقطنا صح؟ يلا. اوه لك شو حلوين هالكتاب يا ولاد يا يحيى. فوق الاولاد. ايه في كتير اولاد هون، كتاب كتير حلوه للاولاد. بلا يحيى، شو رايك نجيب لالياس ومهدي تياب للعيد؟ شو رايك؟ شو رايك يا ميمي منجيب لهم؟ ايه ومنجيب لهم لعب بو بترول، شو رايك؟ هو ما بحب بو بترول، مين قال لك؟ شو؟ عنده سبايدر مان؟ لا وين شو رايك ناخذ لهم هول بو بترول يا يحيى؟ لا لا ايانا منجيب لها. لا يا ميمي مش لك هيدي، ماما انت عندك كثير لعب. لا هاي شو ماما؟ بوي هلا البوي؟ منجيب لها هيدي لايانا. ايه عن جد حلوه. منجيب لها سكاي لايانا. توي ايه ما هي بنت صغيره يا ماما. بس لا يا ماما هيدي بدي اخذ له اياها لايانا. اعطيني اياها يا ميمي، اعطيني اياها. لا شكله بلش الصيام ياثر علي. اجرمت بنتي، اجرمت. طب تعرف شو يا يحيى، انا عندي فكره، شو رايك نجيب له هيدي البو بترول لالياس؟ شو رايك؟ مين قالك ما بحب بو بترول؟ هو بيحب سبايدر مان. سبايدر مان بس انا بتجيب له بو بترول كثير حلو. انا بتجيب له بو بترول يا ميمي. هي الصغيره بتجيبي له هاللعبه الصغيره؟ لا حرام، انا حجيب له البو بترول. خلص كده يا يحيى جيب له اياها. انا بقول لك شو بجيب لميمي. شو؟ تعال شو نجيب لها لميمي؟ تعال اقول لك شو بدي اجيب لها. يلا تعال نجيب لك، تعال يا ميمي نجيب لك شيء كثير حلو هلا. يحيى صغير. عم نطلع عم نلعب نحن وياه. شو؟ لقيتها لميمي. اوه هيدا هي هدية عيد لميمي. هيدا هيدا شو؟ شو بكي؟ ليش زعلتي يا ميمي؟ ماما ليه زعلتي؟ ليش بدك تكبيها؟ طب تعي ماما في عالم ورانا، تعي. شو لو؟ خلص لكن ما رح نجيب لها شيء. طب انا عندي فكره يا يحيى غير. ايه واو هيدا حلوه يا سحر، كثير حلوه صراحه. انا لحالي.
هيدي كلسات يا بابا. لا انا عشان ضلك لبسيته مع الكلسات عشان انت ما بتلبسي كلسات. لا انا حطه وما عاجبني شيء. انا نقيتي. طب تعميمي انا عندي فكره. اي هاف ان ايديا. تعال تعال اقول لك شو بدي اجيب لك. انا نقي. انت بدك تنقي يحيى؟ مبين بنتك هي بدها تنقي. She wants to pick. She doesn't want us to pick for her. لا هي منجيبها لأيانا. برافو مي. برافو ميمي. فرجينا انت لقيتيها لأيانا؟ على فكرة أيانا ومهدي وإلياس هن ولاد أخته ليحيى. أوكي يلا عطينا عطينا ما ناخذهم لأولاد عمتك على العيد بينبسطوا. والله ليك شو تنبسط فيها أيانا. وايت وايت بس بدي أشوفها. اوه واو ايه عن جد حب... هي ايانا بتحب الماوسز. ايه بتحب الماوسز. ايه آه شو حلوين هيك بتلعب فيهم. يا جماعة ميمي رح تخوت رح تخوت من ورا هالتحدي صراحة. بعد الوقت بكير فانا ماني عارفة ميمي اذا رح تجوع رح تاكل او لا. شو رأيكم رح تكفي الصيامة او لا؟ اكتبولي تحت بالتعليقات. يحيى تعال نجيب لك لبس وبيان لميمي الا للعيد. واو هيدي كثير حلوه لميمي. عن جد حلوه لميمي. فرجيني ميمي. بس 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 خليني احطها عليك. بس وايت ستوب ستوب شوي. بس خليني اشوف. واو عن جد حلوه. ولك بيجي تو كمان. واو عن جد. نو يا منا ياكي. بيجي مع الشورت كثير حلو. لا وهيدا القميص حلو يا يحيى. فرجيني يا يحيى. شو لو قلك جبلها جبلها تياب الصبيانة. تعال وي خلص خلص تعال نجيب عن جد. تعال تعال نفتش على التياب عن جد. تعال عن جد عنده اشياء كتير حلوة يا العيد. يا هي افشع شيء. اوه واو ميمي شو رأيك؟ شو رأيك يا ماما عن جد حلو؟ لا زي بوبك. شو فاكرني صار انا بنت جاد؟ ايه هاي بابا انا بنت. طيب يلا تعالوا على محل الاكل. ميريام هلا بدنا نجيب اكل لبعد الفطار اوكي لنعمل فطار. انت جوعانه يا ماما؟ انا فيني اكل عبيد. انت صايمه يا ماما؟ هلا منشوف هلا منشوف. شو يا يحيى؟ اوه لك الستروبري شو مبينين طيبين صراحة مبينين طيبين. بس انت صايمة ماما اوكي؟ صايمة انا. بلا انت صايمة يا ماما. انا كمان صغيرة. ايه ما لازم تصومي يا ماما لازم. يلا امشي امشي. انا لازم اكل. شو؟ انا لازم اكل. لازم تاكلي؟ ممنوع تاكلي انت صايمة. يلا اذا ما باكل حموت من مثل هيديك الاولاد ما عنده اكل. مزبوط صح. بس انت بدك تحسي فيهم اليوم اوكي؟ ليكو ميمي عالجوع. بدك موز؟ خذ يا ماما هيدي بنانا. ميمي شو عم تعملي؟ ما اقول لبيك انك بدك تاكلي؟ بس يا ميمي انت صايمه. انت صايمه حطيها يا ماما. هلا هلا بنفطر عليها اوكي؟ ايه برافو هلا بتفطر عليها يلا ها؟ شو بدنا هلا؟ بدنا نحضر للفطار. ليك ليك ميمي شو عم تعملي؟ عم بتجيب السويت؟ بس يا ماما انت صايمه ما فيكي. ايه بدي اجيب للفطار. بدي اجيب للفطار ليك. بس كمان بتعرف ليش بدي اجيبهم؟ ليه؟ الله اكبر. من بعد ما اقول الله اكبر فيكي تاكليهم؟ صراحة هلا انحرقت لي قلبي. ليك شو رايك هلا بس نرجع على البيت نعمل فيها اختبار اختبار صبرة لميمي ونشوف اذا رح تاكل. ايه بس شو رايك؟ شو رايك؟ ايه اوكي يلا ليك ليك طلع فيه حرام دبر قلبي. هلا رح ناخذ ميمي على اكثر محل بتحبه. يلا يا يحيى يلا تعي يا ماما. اليوم رح نفطر هيك يا ماما اوكي؟ بابا بدي اعمل لك سربرايز اليوم. سمك. شو؟ سمك. سمك؟ مين قال سمك؟ أنا قلت سمك؟ سمك. شميتي شي يا ماما؟ سمك. شميتي سمك؟ ماما اليوم رح أعمل لك سربرايز ليكي. واو رح ناكل سمكة على الفطار. يا ميمي لوين رحتي؟
يا ميمي يلا عم بمزح معك، رح اعمل لك شيء لك. هلا نحن عم نسمك تاك يلا لرمضان لرمضان يلا لرمضان. شو بدك لرمضان؟ بدك بس ما عندك وحده بالبيت؟ خلصوا لرمضان يلا امي عم لا يا ماما ما في ما في ماما إذا أكلتي سمك بخليك تعمليها. No. بلا. No. بلا. No. ممثلة عالمية هي ممثلة. ميمي كان هون اشتريت يوم ما معنا مصاري نجيبهم كله. ما معنا مصاري، أنت معك مصاري تدفعي حق أم ماما؟ أنت بدك تدفعي يلا خليها ميمي لوحدها. لا لا ميمي روحي ادفعي أنت ما خصك. أوكي أو فيك تفوتي تجلي الجليات، شو رأيك تفوتي تجلي الجلي بيعطوك إياهم؟ طب ليه ما جبتي مصاري معك؟ طب مين معه مصاري؟ بابا. اوكي انا بدفع. ميمي اسمعي، هلا بابا رح يحط لك اكل قدامك. لا انا انا بدي اعملها. انت؟ لا انت بتحط لي اياها عشان انا اذا حطيتها ما حتاكلوا. عن جد؟ طب يلا يلا. صح؟ صح صح صح. ميمي رح حط اكل قدامك هلا. ممنوع يا ميمي انتي صايمة. شو عم سربرايز؟ لا مش سربرايز، هو مش سربرايز يا ماما. هو ممنوع يا ميمي تشرب الحليب، بعرف انه انت غرامك الحليب وبعرف انك جوعانة، ما ممنوع تاكلي لانه هيدا الشيء السويتس اللي بتحبيهن المالتيزرز وهو البوبترول جيلي. ايه والدونات لوين؟ تعال هون ميريام، ما تخلي الشيطان يوسوس لك هون ويقول لك كلي، اوكي؟ لانه انت صايمه، اوكي يا ماما؟ ممنوع تاكلي، اوكي؟ يلا نحن رح نفوت انا وبابا لجوا واوعك ما تخلي الشيطان يخليك تاكلي يا ميمي، اوكي؟ يلا يا بابا يلا يلا يا يحيى. ليك بدك تفتحهم يحيى؟ ايه بتعرف شو؟ تعال افتحهم كرمال ميمي شاطرة. ميمي ما رح تاكلهم اكيد خلصهم هيك، بس ميمي ما رح تاكل الدونات وما رح تاكل. اوكي ميمي لازم تبقى هلا when we come هلا بشوف كل شيء، ممنوع تاكل الافطار. اوكي اوكي بس بعد الافطار، بعد الافطار هيدا الصحن بتخلينا بعد الافطار. اوكي يا ميمي يلا 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 يا يحيى تعال تتجوها. No eating. اوكي يلا سكر الباب اترك على وحدة لميمي. أنا أستعمل ما حاكلهم الشيكل للأستع. أحسن وما بعرف لا أستعمل ما تبلد. ميمي أكلتي أنا شفتك أكلتي يا ماما. أكلت سويت أكلت سويت لا ميمي
ما تكذبك. بدي اشوف الكاميرا. لا خليها، خلينا نشوف قبل ما تشوف الكاميرا. ايه. ايه انا ما بزعل منك، اكلت؟ بس يا واتسين يا كتاب بتغني بس. بس ما اكلت اخر. ما بعرف جايز، اكتبوا لنا بالتعليقات اذا اكلت ولا ما اكلت. شو كنت عم تعملي بهاي؟ في بعد تلك ما اكلت. انا بدي اشوف، خلينا نشوف الكاميرا. يلا جايز اكتبوا لنا بالتعليقات قبل ما نشوف اذا اكلت ولا ما اكلت. يلا. ما اكلت. ما اكلت؟ طب يلا خلينا نشوف. يا ميمي عن جد يا جماعه انه ظلمناها لميمي. فكرتها اكلت، شفتها انا عم بتحط طلعت عم بتشمها. لك شو هلا اكلت؟ لا ما قلت لك فيها، انا قلت لها. عندها ما هي دايمه. لا هلا فيها تفطر، خلص بكفي هلا قد ايش. شو دام سمول تيست اليوم، بس تصير كبيره بنصير نجرب، صح؟ صراحه نجحت بالاختبار يا ميمي، صامت تقريبا ميمي شي 3 ساعات، كرمال هيك في عندنا سربرايز. يا تعالي تعالي هون، تعالي هون. رجعت لي يلا يلا من عندنا ثلاثة بنعطيها سربرايز. 1 2 3 صراحة ميمي نجحت باختبار اليوم، عن جد أنا كثير فخورة فيها إنه ما أكلت شيء خلال النهار. والله سمعت الكلمة. في شغلة واحدة بدي نستفزها فيها. شو هي؟ بعد الفطار. نشيلو. أوكي، شو رأيك نعملها هلا نحن وياها؟ وبعدين بنخلونا بعد الفطار وما فيها تاكلها. يلا ميمي شو رح نعمل هلا؟ جيلو بالله خلينا نغنيها. جالو لقي لها غنية لجالو؟ شو هالغنية تبعت جالو؟ هات نشوف، يلا غني لنا. جاي اون ذا فلايت، جاي اون ذا فلايت. ويبا 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 ويجو وابو ويجو وابو جالي وابو. This is very dangerous. So you do this again because that dangerous for me. Oh, kiss my family. قال تفهمت انه يحيى انت رح تقص الموزه لانه هذا الشيء خطر عميمه. برافو ميمي، لانه ميمي ممنوع تستعمل. برافو كوريكت صح. ميريام نحن صايمين، ليه عم تاكلي يا ماما؟ لا يا ماما ما لازم تاكلي. انا هانجري. شو انا هانجري؟ ما انت صايمه يا ماما. خلص صامت نص النهار. صامت نص النهار، يلا روحي ما بيأثر. يلا يلا ميمي وتحطيهم هلا هون. يلا عرفت كيف؟ So we put a bit of mix it up so every bowl has a bit, okay؟ عن جد ميمي لازم تكون شيف يا جماعة قد ما شاطرة، بس ميمي ممنوع تاكل من الجيلي بعدين. ممنوع تاكل من الجيلي ميمي. اوكي؟ لا عم بمزح لأنه أنت كنت شاطرة اليوم، جبنا لك هدية ورح نعمل لك الجيلي. أوه أيوة يا يحيى أيوة. أنا أوريدي فتحت in a very weird way. We go all the way. Oh, it's pink. Yeah, you know why it's pink? No, I'm red on this. It's red, so do you not like the smell of it? Hey, Mimi, رح تاكل الجيلي. Mimi, خيا ولا عيلتنا باي. يكون من عائلتك يا ميمي. يلا إيلون باي باي. ماما يور سبين؟ يا